السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ممكن الإعلان يكون له تأثير سلبي؟ يعني مش بس إن هو ما أضافلكش عملاء محتملين، لأ ده خسرك كل العملاء الحاليين. ممكن لو أنت عامل الإعلان من غير دراسة أو صدمة مع معتقدات المجتمع أو مش دارس النفسية بتاعت الزبائن بتوعك، ممكن يخسرك جزء كبير جدا. تمام، فلازم يكون في شركات متخصصة ودراسة الحالة النفسية والحاجات دي كلها. يعني المقصود بالاعلان يا اما تكون انت قصدك ان انت تتعرف الناس بالمنتج، او ان الراجل يشتري، يقف على الكاشير ويشتري. فلازم تكون عارف ان اللي بيتحكم في قرارات هي الحاجه النفسيه، مش اكتر من العقليه، ممكن الاثنين مع بعض، بس هي الاكتر الحاله النفسيه. فلذلك مثلا في بعض الشركات قويه جدا في موضوع الدعايه، زي شركه كولا. كانت مره اتفقت مع احدى قنوات التلفزيون او مع اكتر من قناه تلفزيونيه، لما يدخل جون كويس في كاس العالم او في الفيفا والحاجات ديت، مش في الكوره، يروح ظاهر شعار كوكولا مع اللحظه بتاعت الهدف، بحيث يرتبط المشاعر بتاعت الفرحه العارمه ابو تريكه دخل جون بشعار كوكولا والحاجات ديت. فانت اوتوماتيك اول ما تشوف كوكولا مش لازم تفتكر كل الحاجات دي، بس تلاقي في مشاعر سعاده حصلت لك كده، فتبدا ترتبط معاك ذهنيا الموضوع ده. طيب ممكن الاعلان يبقى مفسد لولاء العملاء بتوعك او للناس؟ زي مثلا الاعلان دوت. الاعلان ده ليه قصه، الا وان في بعض الناس كانوا اشتروا حاجه ماكدونالدز ونسيوها، فتاني يوم لقوها ما باظتش، ما فيش فتكات ظهر عليها، فقال لك دي مواد حافظه، فبداوا يلاقوا فعلا موضوع مواد حافظه، فبداوا يصوروا، يعني احنا جايبين ماكدونالدز بقاله 3 ايام اهوت وما حصلش حاجه خالص. وفي ناس حط ماكدونالدز بقاله سنين ومصورين الكاميرا وعاملين له موقع على النت، مفيش حاجه بتتغير، يعني المطعم قفل في المدينه كلها، والماكدونالدز دي بقى لها كذا شهر ومصورين الكاميرا عليها 24 ساعه وما بيحصلش حاجه. تمام، ففي شركه بقى راحت قالت لك انا هعمل اعلان ووري الناس ان انا المنتج بتاعي طبيعي ومفيش اي اضافات صناعيه، فعمل الاعلان ديت، الا وهي شركه برجر كينج بدون ذكر اسامي يعني. فراح مصور المنتج بتاعه بعد 28 يوم، بيقول لك هو شايف الفطريات ظهرت وشايف العفن ظهر. طب الانسان الجزء البصري اقوى، يعني سيبك من الرساله اللي هتوصل، بس انا اول ما اشوف برجر كينج هفتكر الشكل المقرف دوت. تمام، يعني واكيد هقرف ان انا اكل السندوتش دوت. فانا اتوقع ان المبيعات بتاعتهم هتقل بشكل قوي للناس اللي شافوا الاعلان دوت، لان ما كانش مخطط ليه. الواحد مش بياخد القرار بعقليه نيه، يقعد يقول لك لا ده منتج سليم مش منتج سليم، انا هفتكر العفن والقرف والحاجات دي كلها. فانت خلي بالك، انت ممكن تكون بتعمل اعلان عن كورس ليك او برنامج انت عامله او بس كلمه معينه ممكن تخسرك الزبائن المحتملين او اللي انت بتفكر فيهم. ممكن انت تكون مثلا عملت اعلان مثلا بتتفاخر بيه على طبقه فقيره، او بتهاجم معتقدات وفاكر ان انت بتستظرف. زي ما في شركه مثلا بتاعت ملابس داخليه في مصر راحت عملت بعض الاعلانات خلت الناس ايه تقرف، او يعني صدم الكلام بتاعهم او حاجه زي كده. موضوع الدعايه وموضوع الاعلان لازم يدرس كويس، لان ممكن ياثر بالسلب، فنخلي بالنا.